السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو النهاردة هيكون عن بيلت ان يونيون اير الإيزات هنتكلم فيها عن مواصفات البيلت ان وإيه العيوب اللي بنقابلها. وكمان هنقول سعر البيلت ان والمواصفات الداخلية للبيلت ان قبل ما نبدأ الفيديو متنساش تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة ان الموجود معانا النهارده هو يون اير سيلفر اديشن البلت ان بيبقى ازاز الموديل بتاعه بيبقى بي اتش 50 90 مقاسات البلت ان بقى مقاس البلت ان بيبقى مقاس خارجي ومقاس داخلي المقاس الخارجي بيبقى العرض 51 والطول 90 سم طب لو هنقفل عليه بيلت ان الفتحات اللي هنفتحها ايه الطول الداخلي بيبقى 86 والعرض الداخلي بيبقى 47 سم نيجي بقى لمواصفات البلت ان البلت ان زي ما احنا شايفين كده بيجي امان كامل واشعاع ذاتي بمعنى اللي هو بيبقى لو حاجه فرت منك على النار هو بيفصل اوتوماتيك لوحده كمان المميز هنا للشعلات كلها بتاعت البلت ان بتيجي من مركز في الايطاليه وكمان الحوامل زي ما احنا شايفين بتيجي من الظهر وزي ما احنا شايفين كده كل عين بتيجي بنظام عين حواليها بيبقى عين ستلس وده عشان يعمل عازل بينه من الازاز طبعا المفتاح زي ما احنا شايفين هنا بينزل مفتاح انتيمونيوم بيبقى ألمونيوم والعيون زي ما احنا شايفين كده مفتاح الشعلات بيبقى متدرج لثلاث مستويات عشان احدد لك مستوى النور آه كمان ضمان آه البلت ان بينزي بضمان سبع سنوات من ينون ايه والسعر بيجيب 8925 بعد ما شرحنا البلت ان بقى نيجي نتكلم عن عيوب البلت ان عامه الازاز وعامه البلت ان الازاز العمر الافتراضي بتاع الازاز طبعا بيبقى اقل من السلت بكتير وكمان الازاز بيتعرض لتجاريح كتير يعني الازاز لما يجي تستخدميه بيتعرض لتجريح مع الوقت تلاقيه بيتجرح معاك لكن هو البلت ان عامله مش عامله لا هو عمل بس مقارنه بالاستلس فالستلس افضل منه بكتير بس الازاز بيبقى سهل في التنظيف وفي نفس الوقت بيدي شكل جمالي عن البلت ان الاستلس لكن ده بيرجع لاختيارك انت آه تاني حاجه معانا هو مفتاح البلت ان مفتاح البلت ان بيجي هنا انتومونيوم ما بيجيش استلس ولا بيجي أنتومونيوم. آه يعني إيه من ادانا كل الموديلات الجديدة بتاعتها بتبقى نازله مفاتيح انت وفي الاخر الاختيار بيرجع ليك يعني انت عايز البلت ان ديات او الثلث ده بيرجع ليك انت في نهايه الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناه ليصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته